الرئيس عبد الرزاق كاتب عن الوطني للجامعة الوطنية للتعليم والتوجه الديمقراطي. إذا كيف كتلاحظوا كتشوفوا اليوم حنايا في وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية اللي غتحول لمسيرة عبر شوارع الرباط، وهي مديورة بمناسبة اليوم العالمي للمدرس. وهذه المناسبة اللي كنطرحوا فيها يعني الملف نتاع التعليم العمومي والمدرسة العمومية وملف نساء ورجال التعليم. جاءت احتجاجا على الاوضاع التعليميه بالمغرب، حيث تعاني مجموعه من الفئات المطالبه بحقوقها ومطالبها العادله ومشروعه. بين هذه الفئات هناك الهيئه الوطنيه للدكاتره والتي امثل عضو في المكتب الوطني بها، تطالب بتغيير الاطار الى اطار استاذ التعليم العالي المساعد. قدمنا مجموعه من الحلول، قدمنا ايضا مشروع قانون احداث اطار استاذ باحث، لكن للاسف دائما هناك تجاهل من طرف الوزاره. هذا مسؤول،
الساكنه الميدانيه باش نوحدوا الشعارات. كلشي قدر، كلشي قدر، كلشي قدر. الحكومه المحكومه، الحكومه المحكومه، الحكومه المحكومه، الحكومه المحكومه، حكم خلاف الله، والتعليم يقر الله، والتعليم يقر الله، والصحة يشافي الله، والصحة يشافي الله، والتعليم يقر الله، والتعليم يقر الله، والصحة يشافي الله، والصحة يشافي الله، والصحة يشافي الله، والصحة يشافي الله، والخدمة يرزق الله، والخدمة يرزق الله، والخدمة يرزق. كنقولوا البعض البيروقراطيين بكل مكوناتهم نرفضوا اي شكل من الاشكال التحكم واي شكل من اشكال التسلط في مقدمتها الوزاره التي تضع ملف المساعدين في الملفات الموضوعه على الطاوله بالسلم العاشر. اليوم كتنسيقيه وطنيه يعني بالفروع ديالها الجهويه لجهات فاس، لجهات عفوا الرباط، وجهات مكناس، جهات مكناس والجهه ديال مراكش حاضرون بقوه في هذه المسيره اللي دعت لها الجامعه الوطنيه للتعليم يعني ضدا يعني للسياسات يعني التصفويه التي تطالو قطاع التعليم اللي من ابرزها التعاقد الذي جاء ليكرس الفئويه من